مساء بحضراتكم. يبدو أن جرائم القتل باسم الحب لا تتوقف، ودائما العنصر هو العنصر الضعيف، العنصر الرقيق، القوارير التي أوصانا بها الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام. النهاردة ضحية جديدة اسمها خلود درويش، ربنا يرحمها، عندها 20 سنة، بتشتغل في مصنع في المنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد، يتيمة، يتيمة الأب والأم، ملهاش غير أخ صغير عنده 9 سنين بتصرف عليه. خلود اتخطبت لشاب كان شغال معاه في المصنع اسمه محمد، للأسف من محافظتي مد أهلية، ودي أكتر من جريمة مد أهلية، ودي غريبة قوي. وافقت وخطبها، بعد شوية سمعت عنه كلام مش كويس، وعرفت إنه هو بيتعاطى حاجات، بيدمن حاجات، فقررت إنها تفسخ الخطوبة. كرامة سيادته أبت أن ترفضه، فراح النهاردة راح لها البيت وضربها بقالة حد على راسها وخنقها حتى الموت. طبعا تم القبض عليه، ولكن هنفضل ماشيين شغالين كده طول الوقت بنسمع قصص فيها ضحايا لا بيرتدعوا بأحكام إعدام ولا بيرتدعوا بسجن ولا بأي حاجة. نعمل إيه؟ كيف يحدث هذا؟ إزاي العقل بيصل إلى مرحلة القتل؟ إزهاق روح. خلونا نروح للزميلة الصحفية شيماء رشاد، مدير مكتب جريدة الدستور بمحافظة بورسعيد. أهلا وسهلا أستاذة شيماء. مساء الخير عليك يا فندم، مساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بيك يا أستاذة شيماء. والحقيقة يعني اتنشرت تفاصيل كتيرة جدا ومختلفة عن بعضها، ليها علاقة بخلود واللي حصل معاها. لو ممكن تدينا التفاصيل من على الأرض بقى، يعني العلاقة بين خلود ومن قتلها، هل هو كان خطيبها بالفعل، هل ترصد لها في البيت، هل كان في الشارع، يعني الواقعة كما هي. يعني خليني أحكي لك عن خلود. هي بنت مؤدبة جدا، الشارع كله بيشهد بأخلاقها، عندها 20 سنة. نروح على الطرف الآخر، محمد سمير عنده حوالي 28 سنة، والملقب بمجنون خلود. الملقب ليه بمجنون خلود؟ لان هما الاثنين شغالين في مصنع واحد في منطقه الاستثمار في بورسعيد، وبيحبها لدرجه الجنون. تم خطبتهم من كام شهر، وبعدها بدا اسلوب ان ما تكلميش مع حد، ما تتعامليش مع حد، سيطره كامله عليها، بالاضافه انها عرفت انه بيشرب مخدرات، ويعني السلوك بتاعه كان غير مناسب ليها، وبالتالي هي قررت ان هي تفسخ الخطبه ديت. ومن هنا بدأت يجي لها تهديدات منه، وده اللي قاله النهارده زمايلها، قالوا ان هو كان بيهددها وقال لها قدامهم لو مش ليا فانت مش هتكوني لحد تاني. وبعدها بدأت التهديدات على التليفون، وده اللي خلاها قدمت استقالتها امبارح من المصنع اللي هي شغاله فيه، وده على حد قول المشرف بتاعها في المصنع، لان هي عملت انتاج، قال ان هي تعرضت لرسائل تهديد منه ان هو مش لو ما اتجوزتوش يبقى هيموتها. فقدمت استقالتها امبارح، وهو لما راح المصنع ما لقاهاش النهارده، فعرف ان هي قدمت استقالتها، فبالتالي راح لها البيت، وزي ما حضرتك قلتي بقالها حد يعني خبطها على دماغها وبعدها خنقها لحد الوفاه. ومين اللي عايش مع خلود في بيتها؟ هل بس اخوها اللي عنده 9 سنين؟ خلود يتيمة الاب والام، عايشه مع عمها ومرات عمها، وبتنفق على اخوها الصغير اللي عنده 9 سنين. هي اللي شايلاه مسؤوليه كامله، هي اللي مسؤول منها بشكل كامل، وهي اللي بتصرف عليه، وبالتالي عشان كده هي اشتغلت. هل تم القبض على محمد؟ يعني خلينا نقول ان علشان المكان اللي حصل فيه الواقع هو في حي الشرق، وده احد اقدم الاحياء في محافظه بورسعيد، وبالتالي السكن نفسه او العماره نفسها هو بيت اسره او بيت اهالي، فبالتالي لما تم قتلها او قام بخنقها، طبعا نزل بشكل سريع فاصطدم بحد من الجيران، وده اللي حس ان في حاجه غريبه، يعني هو عارف ان هو خطيبها، ولكن طريقه نزوله بالشكل دوت خليته شك في الموضوع، فطلع لقى الباب مفتوح والبنت مقتوله. فطبعا بدا ينده للناس بسرعه، الناس مسكوه ومعرفش يهرب وسلموه للشرطه في الحي. طيب يعني دلوقتي الوضع في التحقيق، دلوقتي في تحقيقات، هل تم تحويل خلود للطب الشرعي علشان التشريح؟ بالفعل الجثه تم نقلها للمشرحه، وجاري يعني اتخاذ الاجراءات القانونيه بالكامل. ما زالت التحريات بتجري على قدم وساق، ما زال المنزل نفسه كله تحت تصرف النيابه العامه،
طبعا حتى الان لم يصدر تصريح بدفن خلود، يعني لسه لحد دلوقتي ما طلعش اصلا تقرير الطب الشرعي، ولكن يعني النيابه بتتخذ اجراءاتها. وطبعا هو يعني حسب ما وصل لنا لحد دلوقتي ان هو اعترف بالواقع. طيب خلينا نتابع ونشوف ايه اللي هيحصل. بنشكرك جدا زميلتنا العزيزه شيماء رشاد من بورسعيد، مديره مكتب الدستور في بورسعيد.